راديو ميد. الويكاند على راديو ميد مازال متواصل معاكم ومازال بحدنا ضيفتنا شروق خرداني ملكة جمال نابل 2018 الحبيب الأمين رئيس جمعية الصديقة والعمل الاجتماعي. دونك خلينا نختم معك سي الحبيب كلمة الختام قبل ما نرجع للثقافة العامة مع شروق. والله أنا نشكركم على الدعوة ومش نواصلوا العمل خاطر عندنا بار المدرسة عندنا رونتري سكولير. رونتري سكولير هو فما ناس تعاوننا ونعطوا دي بون داشا سواء نعطيو معناها حاجات مباشرة للمدارس ولا سويفون شاش عنا شي جينا ولا نعملو دي بون داشا العائلات ما عاوزين دونك نعطيهم لي بون داشا يمشيو ياخذوا منهم من المكتبة وما مازلت ما نعرفش قداش البيدجي مي هذا يجي في وقته كما ينجم يكون 1000 دينار كما ينجم يكون 5000 دينار أنا معاش فهمت انت والبيدجي اللي باش يصير يتصلوا بينا واللي في العادة يتصلوا بينا معناها ولا احنا نتصلوا بهم دونك بلا عندنا هذا وبعد نحضروا البلانينغ نتاع عام كامل معناها دونك هذه دعوه من معناتها العباد اللي يسمعوا فينا يحبوا يعملوا الخير يحبوا يعاونوا جمعيه الصديقه والعمل الاجتماعي ينجموا يعاونوا في كل وقت بطبيعة وسائل التواصل موجوده وينجموا يوصلكم ويعاونوكم به. حاب نرجع للشروق قبل ما نختم معك قلنا قداش عدد الملاعبيه في كره القدم 11 ملاعبي في التيران دونك 22 به اول بطوله كاس العالم فين صارت اول بطوله كاس العالم اول بطوله كاس العالم نجم اشرف الستاري بعدين نجم يعاونها دونك زميلنا من الرياض 1930 في الاوروغواي ب كم طول المضمار في سباقات العاب القوى كم طول المضمار في سباق العاب القوى ما عندكش الاجابه 400 متر ما هو شعار الالعاب الاولمبيه شعار لعب الأولمبية خمسة دائرات هذوك خمسة حلقات هذوك حلقات ألوان والدرابو شنو لونه درابو بلون البلون به مباراة كرة القدم الميطو نتاعها قداش المدة نتاعو 40 دقيقة 45 دقيقة 45 دقيقة أشرف الستاري قاعد يعاون في شروق والله مريض به تو في الثقافة العامة عاصمة المغرب تراب عاصمة المغرب دار البيضاء دار البيضاء الرباط كم عدد دول الاتحاد الأوروبي 28 دولة أطول نهر في إفريقيا أطول نهر في إفريقيا نهر النيل نهر النيل ظهلي إجابة واحدة سي الحبيبة هذه كانت الثقافة العامة متاع شروق كلمة الختام شروق شنو تقول للعباد اللي يسمعوا فيك إن شاء الله اللي نجم يعاون في المشروع متاعنا في تحسين المدرسة واللي ولازم نزيد نوعي وصغيرات لازم نحاولوا نحسنوا الجيل القادم لازم نحسوا بقيمة مدرسته بقيمة نظافتها بقيمة أنه يحافظ عليها وإن شاء الله يا ربي نشرفوا ولايتنا وإن شاء الله من حسن إلى أحسن وإن شاء الله نزيدوا أكثر نعملوا معناها نزيدوا نعملوا الخير أكثر ونزيدوا وإن شاء الله زادة بطبيعة نجاح والتوفيق في قرايتك وذيك زادة من أهم الحاجات الأكيد سي الحبيب شكرا لك بارك الله فيك سي الحبيب الأمين رئيس جمعية الصديقة والعمل الاجتماعي شكرا لك شروق بارك الله فيك على حضورك معنا فرحانين برشا اللي أنت وحدانا يعيشك إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لقرايتك ونجاح في حياتك المهنية وحياتك العملية شوية آخر باش يكون بحدانا زميلنا أشرف الستاري باش نحكيو معاه على آخر الأخبار الرياضية في الويكاند في تونس وفي العالم وراجعين معكم هذه تحية للجزيرية اللي موجودين في تونس وبالخصوص نعرفهم يحبوا برشا ولاية نابل هذا الشاب خالد الشابة وراجعين